المرحلة ما بعد التحرير اللي عشناها هسه والإيجابيات اللي شفناها من دخلوا القوات الأمنية علينا، شفنا يعني عكس ما كنا نسمع ويصور لنا يا داعش على انه القوات الأمنية راح تجي تقتلكم او راح تغتصب اعراضكم او من هذا الباب، وكثير امور ذكروها، بس العكس تماما احنا شفناه تماما، يعني تعامل طيب، وجوه طيبة، ترحيب، مساعدات وصلتنا من الجيش اللي شال من قوته ورزقه وانطانا اياه للنازحين.